عيشوا ملح وطنك أبو جد وطنك عيشوا ملح وطنك أبو جد وطنك طيب وطرح لبنوه يد بيد خلوا السلام يمد اجناح المال حد يمسح دموع الخد يغير أحزان شوية وجبوا لك جماعة مرتبك ربي قدرنا على خدمة الطيبين اللي زيك ديما يحكي لي عليك سي عبد الكبير كيف يا رجل تعبت والله عشرة عمر يا هذا عاشور هذا خويا أي خدمة سي عاشور تفضل شكلك راجل عمل صح دلل يا حبيبي غير هذا عندك ناوي بزنس من عاشور لفها من لفها ما ترضى إلا السم لا الحمد لله هالمرة شيرتها كويسة أشهر قبل دبيرة كيف وجه قفير المطار أوه بريمو هالمرة جت علي قلت دوب سنينت باهي المهم تصطف معاك هالمرة وتبدأ في الطقطقة الدنيا كلها راهي ما تصرفش براش وانت كرش لي فيها شي خريب تعالي لي مين ما نسيب منطقتي ونمشي نتزقب على وديان الناس ونشري في رزق منهوب تدي وين عقلك ها؟ والله زعمك هذينا من المبادئ الجديدة ما قال لك حد اصقب ولا اشري رزق منهوب قال لك طقطق على حالك واشري حوايج لعوايلتك والله بعادك فيها رزق خريب من المبادئ القديمة تعرفي لو كان صبرت الخير جاي قبل الجماعة يبي يشتموا لكن فيه اللي وجه مش وجه سترة تي وين بيفكني صبار اثنين مش شرط الشيء مرينا شيء وبعدين تعالجي كنت مش هزي عليا كلمة الخير جي والله الدوار تحسه خلاص كلام عن كلام يفرق في كلام مقنط وفي كلام عيال ان كان الكلام المقنط والله ما رينا منه حاجة وان كان كلام العيال واجد تنتي خسارة فيك الدوة خشي كوجين تقشقي بغداك وغسلي عدالتك وبدلي هالساعة بساعة أخرى الغال هذه ما يسيب اوي بعيد خطيره بك لامك غناويها طخبك والله وجعني ذيب قصدي باتي يا رب
بضاعة جديدة وسمحة غريبة، أول مرة يجيب حاجة عليها الليقة عاشورة. أيه عبدو، كأنك تحكي مع روحك، شكلها قربت الحكاية. ها جايك بالكلام لا غير عجبتني البضاعة، منين مستوردة يا عاشور؟ الله أكبر، من شر حاسد إذا حسد، نذبوا علينا عاد يا سي. يا رجل لا حسد لا جرته، غير أول مرة نحق عندك بضاعة حكاكيها مش مصديات. تو هذه شكيرة ولا قريضة يا عبدو؟ لا شكيرة، شكيرة وحياتك، وباش نثبت لك انها مش شكيرة على الأبيض نبي ناخذ منها البضاعة هذه. هي يا ساتر استر. عاشور بيك في سر. قولي كان همك. كان شنو فيه؟ جودة من عودة، ما أحلاه وخفزة النور، لكن خلاص ما عادش عجبكم شيء انتو. عادي هاي بالسلامة يا سي. يا سلامة يا راجل، سلك بضاعتك وحل لقبتك يا عبدو. ايه نسيت يا عاشور يا راجل. نسيت والله، تعودت يا هيا تفتف تفتف. سجلها يا سيدي علي دفتر الدين. خلاص هاند، بكره ان شاء الله زارق على المرموق باي. وكل اسبوع ونبدا في الطقطقه ونسلك لك الدين كله، وحقك عليا نبي ندير لك عزومه فاصوليا بالكرشه. اضرب على الاصبان هاي. حكايتك طولت وديونا كثرا. اليوم سرحانه اخذت مني بكوين عصير وبكو بشكوط. قال جايين الضيوف. سرحانه هذه ما تفارقني، تخليني متنقي على الحديده. الله يعطيها البلال وليها. اللي حقك يقول مخوج. تباه يربح اربح، ولما تروح من المرموق احكي له شنو صار معاه. ايوه باهي باهي باهي. كم كيلو؟ باهي باهي. في الطريق. هي 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 في الطريق. قلت لك يا عشير خلي الشكارة هذه عندك، زارق مشوار وتو نجي. باي. We'll be right back.
هاكم مرحبا عوي. اش فين هالشكايه يا حويج؟ حوتين اللي وصيتي عليه وشويه تمويل للحوش. عاشور مستورد بضاعة سمحة في العين. سحفتني قلت ناخذ منها. ايه ما شاء الله ما شاء الله. تستيراد شنو يا حاج؟ هذه بضاعة إغاثة وعليها أختام هيئة الإغاثة. إغاثة؟ إغاثة شنو يعني؟ هذه بضاعة يا حاج يعطوا فيها الأمم المتحدة لرقاد الرياح. ويبدو لي أنها مسروقة. ها؟ ها؟ مسروقة؟ وكيف عرفت أنها مسروقة؟ من الأختام اللي عليها. وهذا بيش العلم في الضراعة الصغر يا حويج. الله يعطيك البلاه يا عاشور. من بيع الخمج الفاسد البيع بضايع إغاثة مسروقة. مانيش عارف ربي كيف بيشفشفك بس. بروفيت الجاربة جاربة. والله لو ما تسكتي تو نسوقك نخلي سنونك طراطيش. حياتك يا بوي ماني سايبة. عندي هل راهو. وحق سيدي بو حميرة خوي رجب طلع اليوم من الحبس وجاي متعشي عندي. ها؟ صح يا طيوة. صح خليك رجب طلع من الحبس. طلع يا حاج وجاي ليلى وقال لي عنده حكايات على ايام الحبس. طخ بكل فزاهك الشرقي جيبك عليك وين يا بحمك. حق سي رفع قال لي مستورد من الصين ولا فرزويلا يا راجل كان نقرا شوف فيه بالضبط قالوا للسراق احلف قال جايك الفرج اختمت مرحبا بالظل في الشتاء ها ظني كان ناقص من طلعت رجب للحبس البضاعه مسروقه اختمت بجيه الشلواشه ربي مشي النهار على خير وخلاص خير يا سي عبد الكبير إيش حالك وحال عرب المنطقة كلهم؟ كويسين، كلهم كويسين. الأولين ما بقي منهم حد إلا سي عبد الله فضل ربي يطول في عمره. وعاشور أنك تعرفيه. خير يا سي عاشور. خير. إيش حالك وحال الوشوش؟ الحمد لله، الحاجة تبرى عطاتك عمرها، والبنت زوجتها وقاعد شكابلي مكملها مناقرة أنا وعبد الكبير. ربي يونسك ببعضك ان شاء الله. قلت لك سي عبد الكبير زعمك سرحانه قاعده. قاعده اش دخلك انت؟ ها قاعده الحوش مفتوح خشي. هاي تبقوا على خير. ما تقولش رايحك يا ابراهيم؟ عاشور. نعم. العصر خش يا عاشور. هاي 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 علي الماء هاي سيدي هاي. الله اكبر الله اكبر. اسحبك يا حنه من القعده شوي سالت عليك سي عبد الكبير قال لي قعده. لا مرحبا يا مدولش. خير يا خالته التقازه؟ انا كبني قلبه وجهك علي صرا مني قطعه سرتك وبعدين كم مره انا قلت لك على اسمي صح ولا لا؟ ما بنتها اليوم ما عليه اللوم يا يام خليها عنك. انتي قعدت لي حصان ابيض حسابها كيف اللي في المسلسلات يطلع لك الخضره وحياة بنتك الغالية اللي حويتها بس بلدت إلا اللي يصلحني عرف أمي حياة أمي الله يرحمها. أيوة اللي معطيت لي التاكسة قالت لي يا فجيرة أنا حلمت لك والتاكسة معطيت لك. أيوة صح صحيح اللي ورث خالتك تجيبها تجيبها. وبعدين اسمعي وكان مش مصدقتيني أسمعي عبو في الطيبة مالي جبني بالعريس البنت أنا بعيدي جبت الأم. لا خليها التاكسة أنا اللي بيك لي خبر أخرى خير إن بسيطة بهتي للذيب فاش يديرها يا شوي اهو قاعد يهدز مع مو عاشور خشي سنة ندير لك هيوة نوع عند الفجر عندي بعد هو عد شوي خسروا فيها تقازع فاشل عليك بخت يرفني طقيت في أمه قالوا كانت تقازة دلجة بالحيل بسويتة كبيرة ياريت نبيك تشوفي تقازة عبد الكبير ايش تقول الراجل رقدي ليه ويخاطر في خايفت يا منتي راجل يقش علي تاشتش خايفت يقدر قرشين يتجوز علي بزورة الخبر اللي تبرع
يديرها ويدير اكبر منها. اش حسك قلت ليها؟ لا قلت لها انا ما قلت شيء يا حنا. لا عندك الحق يا سرحانه، الدنيا جابت ما فيها. تو يا حنا الملك التاكس ونشوف خبره. ايوه ملاش تو خدي سالي سالي علي، هذا هو وهذه انت يا حنا. ها اش نقول؟ ذكري امك وذكري امها وعلى حالك وحوال. ايوه سالي على حالي وحوالي. لا سرحانه بنت حوا وهو ولد شراده، عبد الكبير ولد الذيب، الذيب ولد شراده. ايوه الذيب والله الثاني. ارمي عدد لمي عدد التاكس وحطيها في دياتي حقك روحك. ايوه ما سايبي شيء. يا تاكس راك تكتبي بس تكلى علي قمح لا علي شعير ولا علي حمام يطير ولا علي فجره ولا علي ذهب ولا علي مطر تصب الا علي سرحانه بنت حوا وعبد الكبير ولد ما شرادة قلبي وعبد الكبير ولد شرادة واني بكي حنا تقولي لي علي حالهم وحوالهم واللي بيجرالهم. شنو اللي عاد؟ ما عليك منها ما عليك منها. خليني اشوف التيب. اوه يا خيا وو 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 خرشة 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 يا حنا خرشة قصايب بياخد عليك واحدة أجنبية. اه ولا مارة تلقي رسالتها في جيب الجاكة بتاعها. قصدك ضرتي خرشة؟ هاي باينة قدامك شعرها صفر وعيونها خضرة. ها مش قلت كا هذه اخرتها يا عيد غربال؟ انا يجاب علي ضرة؟ لكن الليلة الليلة خويا رجب جاي نخليه يدقدق لين ما تلقى الأجنبية في مدلم. مالك عاد سرحانة كان ما درت انت؟ مالك عاد سرحانة انا؟ على كل ما يا سرحانة الظهر خش يا سرحانة، تي خش سم في عظامك يحيروا فيه طببة بنغازي كلهم بجاسي وحميرة. والله كبيرة منك يا عاشور، بعتك البضاعة الإغاثة يا راجل، حرام عليك، رزقي تام ورقد رياح يا راجل، عيب عيب. حلفت لك يا عبد وما ندري عليها، تو بعدين كيف بضاعة إغاثة؟ ونفطنا قريب يطرق مصبخها، وبعدين اللي مش مستحقين اشكالة رز والله حكاية سمن. في هذه عليم الله عندك الحق، كل عام نقرأ في الميزانيات ونسمعوا فيه ويوم يقول لك خضينا ضي من هذك الدولة خضينا نافتة من هذك الدولة، والله ما فهمت حاجة. ما تفهم شيء؟ ما قلت لكش أنا مش رجب طلع من الحبس يا رسول الله؟ رجب طلع من الحبس يا وقع جيات وخلاص يستر الله، بلك يبقى الحبس أدب شوية ورد لعقلها. شنو هذين؟ شنو هذين؟ قلت مبارك لك بكري، هذين أوراق فيه تفتوفة، حدي بمساعدة. يا رجل خليني عندك لين بكرة نقابل المرموق ونوثق أحبالي معاه قبل كأنك انت. خليني عندك. يا راجل غلا اسمعني يا راجل، خليهن معاك وكان ما صار شيء يا سيدي ردها لي. كأنك يا عبدو، مشي حالك حتواك يا راجل. جارك يا عبدو راك تنساني. خلي رجب خلي رجب جا. مرحبا خالي مرحبا. مرحبا مرحبا انس انس يا خالي انس تفضل. ما شاء الله خالي عبد العزيز. مرحبا مرحبا عبد العزيز. خالي العضلات لا قوة الا بالله طخ بكل. مرحبا يا شوبة. كيف حال خير؟ مرحبا يا خي مسعدي مسندي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك الله يسلمك. ما شاء الله نفس يا رجوبة. الله يرزقك. مرحبا كفارة يا رجوبة كفارة. الله يسلمك كيف حال عمي عاشور؟ لا كويس عند اليوم كنت نوياه من بدري تو نزلك علي بعد العشاء لي زمان عليه والله. هيا بسطرة نديرو عشاء الخالق مرة لجيع يعني يا والنبي سلم خيتي فوتيني من سلاطة المرخية جيبي لي قرنين فلفل سماح. فلفل مية مية ضربة في الشتاء. حياة أمي زمان كانت تحك فيها على الشلغم لعوال الشواطين. تي ولد دسن يا ولد راه يحكم باتك يدير لي نهار تيان صار بعشرة جنيه انت راك عليك باخذ. نحن مش مخصومين في ميزانية الحوش ولا شنو؟
تاكس الفجرة وضحاتها يا خيي والتاكس عمرها ما تكتب يا جوبا وقالت لي الشهر والمارة ورقة في جيب جاكتها نوصل خيي نوصل حط الله حمد خاير خاير عش الملح الله يخونا كرايا زي يا بنصيب عطيني جراتك نبيها كانك سقعد وش بالك يا رجوبة كانك وش بالك شن فيه؟ هني هبعتك مرة أخرى بلاش فضايح يا رجوبة ما قلت لها بلاش فضايح عطيني جراتك راهو فك فك مش حتى لي بلا والله فك لي عارفين شنو الشياب المراهقين باهي يا مظلوم معك الله يا مظلوم معك الله تتجوز عليا تبي تتجوز عليا يا شايب الله يسعد بالزين تبي تتجوز عليا صرت مرا صرت مرا يا رجوبه صرت مرا صرت مرا هذه كلام كلام فجره هذا اللي قراته فجره لحظه لحظه انا قريت يا رجوبه انا هذه شنو الورقه هذه حاطه لي عشور في جيبي والله ما ندي عليها لا صرت راجل لا صرت مرا الله يعطيك البلايا يا 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 قلت لك هو قاعد في الفتش هذا يروح عليه واش فيك الحوسه هي نمشوا له شي نمشوا له ونشدوا هاي قدام انا بغيت نكذب خلاص اطلع نلبس الجاكه اطلع شكلها تاكا قلبتك وخالك كيني عرفت سرحانه من نفسه يتسخن في الدربك هاي 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 نحكوا عليه كيف شنبي كيف شنبي بوك امي بي جوز عليا وحده اجنبيه هذا اللي فيه انت وين هاك شوف شوف فضايح يمي هذه اقامه عزوز اجنبيه كيف تخدم في مستشفى بردوشو وعمرها قريب 70 سنه ومعها تذكره سفر وشكلها تبي تسافر مبروك يا سرحانه شكلها راسك بدافع طقطقه عليك فضايح الله لا تربحك يا بجرة بجاسي محميرة